بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه ايها الاخوه المشاهدون ايتها الاخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مجالس الطيبين نجلس سويا في لحظات مباركه ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامه نلتقي فيها مع ذكر الصالحين مع ذكر الصحابه الاكرمين مع ذكر سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم نتعلم فيها الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس والتعلق برب العباد كل عام وانتم بخير فهذه ايام مباركه ايام تصفد فيها الشياطين وتفتح فيها ابواب الجنان فرض الله سبحانه وتعالى صيام نهارها على القادر المستوفي للشروط التي شرطها هو سبحانه وتعالى وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قيام ليلها ايام نستعين بها وفيها بالله نستعين باخواننا ليعينونا على ذكر الله. على عبادة الله. ولذلك نرى الهمة في هذه الأيام أكثر من أي أيام مضت. كل عام وأنتم بخير. ولا حرمنا الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام. ندعو فيها لأمتنا. لبلدنا. لمصرنا. ونقول يا رب مر بنا بهذه الايام على خير الف بين قلوبنا اجعل قلوبنا تلهج بذكرك لا تؤاخذنا بما نسينا او اخطانا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا يؤلف القلوب الا انت فهب مسيئنا لمحسننا واغفر لنا فنحن في حاجه الى رحمتك ولست في حاجه الى عذابنا ولا الى مؤاخذتنا فارض عنا برضاك وافتح علينا فتوح العارفين بك وعلمنا الادب معك ومع رسولك يا رب انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك. وعلمنا يا رب. واستعملنا فيما تحب وترضى. يا رب، هون علينا أمر الدنيا، واجعلها في أيدينا، ولا تجعلها في قلوبنا. وحد كلمتنا، وفقنا لعمارة الأرض، لخدمة البلاد. لتخفيف شيء من على العباد واكتب ذلك لنا حسنة عندك يا ارحم الراحمين في هذه الايام المباركه نجلس سويا مع الصحابه الكرام ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بدأت تنسى سنه الحبيب المصطفى النبي المجتبى الذي ما تركها لنا الا حتى يتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك الناس بدات في الابتعاد عن تلك القيم العليا التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا اياها ويامرنا بها ويحذر من مخالفتها كثير من مشكلاتنا العصريه جاءت عندما نسينا تلك الاخلاق وتلك القيم وهذا الترابط وهذا الانتماء جاءت عندما نسينا ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه جاءت عندما نسينا انه كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع جاءت عندما نسينا قوله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل جاءت عندما نسينا والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان جاءت عندما نسينا ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا جاءت عندما اهملنا نسينا تركنا ان المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وانهم كالجسد الواحد اذا تداعى منه عضو اشتكى سائر الجسد بالحمى والصهر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتنا والحمد لله وصلت الينا الى العصر الذي نحيا فيه من ضمن هذه الكتب التي وصلت الينا الكتب السته صحيح الامام البخاري صحيح مسلم سنن ابي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه موطا الامام مالك رضي الله تعالى عن الجميع ومن اكبر دواوين السنه التي وردت الينا هو مسند الامام احمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو الذي نقول عنه احمد بن حنبل مع اسقاط اسم الاب محمد لكن هو كان حنبل جد الامام احمد والامام احمد رضي الله تعالى عنه الف المسند فبدا بمسانيد العشره المبشرين بالجنه والعشره المبشرون هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء قد نكون نحفظهم كثيرا لانهم في نفس الوقت هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر أبو بكر ابن أبي قحافة وعمر ابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وقبله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع وهناك أربعة أخرى سعد وسعيد وطلحة والزبير إذن ثمانية وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيد ابن الجراح فهذه العشر وبعضهم يقول ان العاشر كان هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعد فيهم ابو عبيد بن الجراح الامام احمد صنف كتابه فجعل لكل صحابي من هؤلاء الصحابه مسنادا مسندا يعني جمع احاديث كل صحابي. جمع احاديث ابي بكر وحدها وسماه مسند ابي بكر. جمع احاديث عمر التي رواها عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها وحدها وسماه مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جمع احاديث عثمان بن عفان وجعلها وحدها جعل مع احاديث علي بن ابي طالب وكانت احاديث علي بن ابي طالب لانه من كبار العلماء كما سنرى اكبر مسانيد العشره المهم انه بدا بهذه العشره ابو بكر عمر عثمان علي سعد سعيد طلحه الزبير عبد الرحمن بن عوف أبو عبيده ابن الجراح بعد ذلك دخل في مسانيد صغيره كل مسند يمكن فيه حديث واحد بعد ذلك بدأ في أهل البيت في الحسن والحسين وجعفر وعبد الله بن جعفر وعقيل بن أبي طالب وهكذا بعد ذلك دخل في بني هاشم العباس وأبنائه الفضل وعبد الله وهكذا وغيرهم كما سنرى معا وسويا سنختار عبر الأيام مسند كل يوم لنرى ما في هذه المسانيد من احاديث لماذا ينكر الناس هذا الهدي هذا الجمال هذه الراحه النفسيه لنرى كيف بذل الصحابه فالتابعون فمن بعدهم الى عصر الامام احمد بن حنبل الجهد الكثير من اجل تحرير السنه النبويه المشرفه هيا بنا نعيش في هذا الشهر الكريم معيشة في ظلال سيدنا صلى الله عليه وسلم في ظلال خير جيل خرج على وجه الارض الى لقاء غدا ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته